سعداء وفخورين ان احنا بنرعى وبنساهم مع الرعاة. طبعا مش الراعي الوحيد، انما بنساهم مع بقية الرعاة في دعم البطولة، بطولة متفائلين جدا بيها. طبعا مش نحكم على نجاح، بس احنا واثقين من النجاح. وجودنا مع بقية الرعاة الحقيقة ومع المجهودات اللي بتقدمها الدولة لنجاح البطولة من تجهيز استعداد في وقت قياسي وفنادق وإعاشة وإقامة وانتقالات وخلافه واستقبال حافل الوفود اللي موجودة دلوقتي، الحقيقة بينهم ان مصر فيها شيء حلو. المصريين عندهم قدرة على التحدي، عندهم قدرة وإرادة شديدة جدا، بيحبوا يعملوا حاجة بيحققوا. شوف كتير، واحنا الحقيقة بنشارك برضو قبل كده في حاجة، بنعمل رعاية باستمرار للأبطال المصريين سواء في السباحة في الاسكواش في يعني موجود البنك باستمرار، بس يمكن التغطية بتاعتنا ما كانتش كافية، فأنا سعداء دلوقتي التغطية بتاعتنا توصل للناس إن شاء الله.